السلام عليكم اسيدي. السلام ورحمه الله لاله. حنا جينا بحكم انك سمعنا ان البنيسه ديالك كيقولوا تغتصبات في المدرسه، عاود لينا هذه القضيه. لا مي كنت انا هنا خلاتني المراه هنا سمعتها مشات كتجري، لقات البنت شداتها بقات تبكي، هذه طاحت لهم تما، هي هذيك طاحت لهم تما، هزاتها مشداتها للسبيطار. جات من السبيطار مرتج داو ولا بريقعد، تدورت لسين نور الدين، قلت له واش كاين واش كاين، قال لي راه يطلقوها يعمروا لها المحضر ويطلقوها، وهي راه هي تعود لكم اشنو طاري البنور. شنو دار ديك الساعه الام؟ سخفات بقات كتندب. هزتها داتها للسبيطار. بالنسبه للمدير ديال المؤسسه ما عطانيش وقت، لقيتو تما المدير؟ انا المدير ما عطانيش وقت. كيفاش عرفتي بان البنيه ديالك؟ انا البنيه جات عندي مضروبه من المدرسه، قالت لي ماما فيا الدم، مني هزيتها ديتها للمدرسه حلات عليا الحارسه، مني حلات عليا دخلت قلت لها انا بغيت المدير، قالت لي المدير ما كيسيري حتى غدا الصباح، قلت لها لا انا ما غنتحركش، خرجوا الاساتذه كلهم، قالت كيفاش هادشي اللي بغيت تقولي ياك ما يكون قصرك شي حد في الزنقه، قلت لها لا ودي انا قلت لها وفاك هي هذيك صافي، وانا هما يجيبوا لومبيلونس ديال المؤسسه. شكون اللي عيط لومبيلونس؟ عيطوا لها، عيط لها الشيخ والقايد. الشيخ والقايد عاد جات. منين جات داو البنت حطونا في لابريكاديه الاولى، شحال وحنا في لابريكاد حتى في العصر، عاد هزوها الجدرميه من جوج ونص وحنا في لابريكاد حتى لربعه ونص، عاد داو البنت حتى في العصر، يعني عاد داو ليا البنت للسبيطار، منين الدواء عيطوا للطبيب اللي مكلف بها ديالهم. ديال من؟ ديال صحاب المدرسه. هو اللي جا دوز ليها قال لهم ما عندها حتى حاجه، انا ما متيقاش اختي هذه، باين لها هذه البنت ما عندها حتى حاجه. وانت شو بقيتي كديري في لابريكاد ديك الوقيته؟ بقاو شادينا تما حتى مشينا. علاش بقاو شادينك؟ قال لك لا حتى نمشيو نشوفوا عند الطبيب ديالنا اللي مكلف بهم، الطبيب زعما ديال المدرسه اللي مكلف. الطبيب بقى حتى كيعيط له هذا الوكيل الملك، عاد جا منين جا قالوا ما عندها حتى حاجه، هما شهاده طبيه خاويه بان ما عندها حتى حاجه، انا ما كنتيقش اختي بان بنتي ما عندها حتى حاجه، انا بنتي جاتني فيها الدم في السروال. وانت شكون اللي قال لك راه البنيه ديالك؟ حيت انا بنتي كتقرا في قسم واحد هي وهاد البنيته، راه اختانيت دخلتو في قسم واحد بيت الاول. منين جات عندي هاد البنيته هادي ديال بنت جارتي، قالت لي شوفي يا بنتي اخالتي راه بنتك مضروبه في القسم، في وسط القسم، في وسط القسم دفعها، قالت لك الدري على الطاويله. وبنتي نيت كتقول لك دفعني على الطاويله ماما، جيت على هاد البلاصه جاتني البنت فيها الدم، هزيتها مشات للمدرسه، قال لك لا عندك يكون قاصاك شي حد على برا بالزنقه. دابا واش انت شاكه ان بنتك؟ دابا انت كتقولي ان البنيته دفعها شي واحد على الطاوله؟ هادشي اللي قالت لي بنتي، قالت لي ماما انا تدفعت في الطاوله. ملي مشينا لبريكاد قلت لهم انا تدفعت في الطاوله، وهي منين جات الاول. لا الاستاذ ما كانش، لا ما كانش داخل القسم الاستاذ، لا كانت هي عند الاستاذه فوزيه ورشيده وما عندها جوج اساتذه، ما كانت الاستاذه، قالت كانت الاستاذه راه هي اللي غتقول. لقيت اللي دفعت التلميذ كانت الاستاذه في داخل القسم، كانت داخل القسم، هادشي اللي قالت لي البنت. انا ما متيقاش بان بنتي ما فيها حتى حاجه، انا كنتابعهم غادي نعاود نديها انا بيد ديال الطبيب اخر. انت فاش شاكه بالضبط؟ انا شاكه في الدري اللي ضربها، هادشي انا بغيتها ياخذ ديال الحق ديال ديك البنت، علاش كل مره كتجيني مضروبه اختي؟ البارح انا نوضت بالباله مع الدراري تما، عاوتاني دابا. واش انت شاكه ان الولد ضاربها ولا ان بنتك مغتصبه؟ انا شاكه في البنت مقيوصه، انا الدم جاتني عندي في السروال وفي التريكو، ما يمكنليش عمرني ما صيفطت انا بنتي هكاك فيها الدم. كيفاش لقيتي بنتك فيها الدم؟ الدم قلبتيها؟ قلبتيها من السروال؟ قلبتي غير السروال، ولكن قلبتي ليها لا كانت عندها هنا الدم في الفرشه، في الفراش ديالها لقيتي فيه الدم؟ هنايا في الدوره ديالها عندها الدم. منين جا قلب الطبيب قال لهم ما عندها حتى حاجه. ومنين جا داك الدم؟ قال لك عندك تكون عام جروحه، قلت له لا ودي انا جاتني هكا وكان عندها الدم هنا لاصق. هذاك الجرح اللي قال لك الطبيب عندك تكون مجروحه، ما شافش الطبيب واش كاين شي جرح ولا لا؟ قال لك ما عندها حتى جرحه، صافي هي هذيك بقات هكاك خاويه. من بعد ما مشيتي للطبيب وقلبها الطبيب ورجعتي، فين كنتي؟ بقيت في لابريكاد. علاش بقيتي في لابريكاد؟ تا ودنت المغرب، قال لك بلاتي حتى نديروا الاجراءات شويه، ودنت المغرب هو يقول لك صافي دابا سيروا حتى الغدا في الصباح مع التسعود تكونوا هنا. علاش؟ قالك باش عاد نكملوا معاكم الدوسي وغادي تسيني وصافي تمشيو بحالكم في خطرة. سيني علاش؟
قالك تصيني بالله هذه المره نجي عندنا حنا الا طرات شي حاجه ماشي عند المؤسسه. انت كنت شي حاضر الفاجعه اللي وقعت اليوم هنا في الطيب؟ انا خرجت من الدار عندي الولد ديالي كاين يقرا معاه الصباح دخوه رجع قال لي ما غاديش يقرا. علاش؟ قال لي كاين الجندار كاين هذا بحال البنت اغتصب هنا في الطويطات. الطويطات هنا في هذه المدرسه بعادي ما كاينش دار اقسام وما كاينش مدرسه ما عندهاش حارس ما كاين لا سيكيريتي لا والو وهنا الخطر فهمتي وهنا ما كنتش واحد كورد البال الاساتذه جمعيه الاباء ما كاينه جمعيه الاباء كلشي هنا تخلص شي حاجه حتى شي حاجه ما تستافد منها هنا هنا حتى التعليم ضعيف حنا ما كاينش مراقبه هذه مدرسه حتى المدرسه كتدفع الدراري ديالها لهنايا الثانويه ما مؤهلينش مره الثانويه هي اللي كتدفع لها المدرسه عاوتاني ما كاينش عندها سيكيورتي ما عندهاش مراقبه هذه المدرسه فيها سيكيورتي ولا ما فيهاش؟ ما فيهاش لا سيكيورتي لا والو ما فيها حتى شي واحد وعين ما نطالبوا حنا ملي بدينا هنا كنطالبوا كنقول لهم يديروا لنا هنايا حارس العام ما بغات حتى شي عاودنا شو سمعتي هاد البنت شنو وقع عليها؟ بعد البنت هنايا قالوا لك شبرها شي واحد اغتصبها هاد الولد ما تعرفش ما عرفش شكون هو ما كيقراش في هاد المدرسه؟ ما عرفش واش كيقرا ولا غير شي واحد نقص من السور ما عرفنا حتى شنو كيفاش يعني ما شافوا حتى شي واحد اولا كان شافوا شي واحد ما قدرش خاف منه ما قدرش يبين الله اعلم شي واحد واش ما شافوش ما شافوش المدرسه متهمشه بزاف عندنا بنياتنا كيجيو يخرجوا مع العشرة يتلقوهم مع الحداش يتلقوهم ما كيجيوش الاساتذه بزاف ديال التلاميذ اللي ضايعين في الدروس ديالهم بزاف وهنايا الطواليطات مهمشين معفنين خانزين نخلصوا جمعيه الاباء نخلصوا لاسورانس وما كيستافد منهم حتى شي واحد شي حاجه زعما وليداتنا ضايعين هنايا بزاف هاد الواقعه اللي وقعت هاد البنت هاد الصباح هاد الواقعه اللي وقعت حنا جاو وليداتنا يقراو حتى اكتشفنا هاد الكارثه هاد جاو هنايا لقينا الغوات صداع هنايا قالك بنيته باقا صغيره يلاه كتقرا الثاني تكرفصات اغتصبات شكون اللي اغتصبها الله اعلم واش تلميذ قاري هنايا ولا من الزنقه ولا ما عرفوش كاع واش المدرسه بلا حارس العام بلا منظفه بلا اساتذه بلا مدير فين كان المدير في هذا الواقع واش المدير ما كاينش حنا جينا هنا المدرسه مطرطقه بعباد الله والمدير عاد جا حتى شي ثلاثه ولا ثلاثه ونص عاد جاي المدير يعني وقعت الواقعه البنت والمدير ما كاينش وقع والمدير ما كاينش هذه المدرسه ما فيهاش مراقبه نهائيا بزاف وليداتنا مكرفصين بزاف